اسمي منال الرئيس. بدأت العمل في الهيئة بوظيفة ضابط أول خدمة العملاء، ومن ثم تدرجت في الوظائف والتحقت بعدة دورات قيادية إلى أن أصبحت مديرة قسم الإحصاء بإدارة التخطيط الاستراتيجي. هذا الشيء بفضل ربي ثم دعم الهيئة لي، لأنها وفرت لي كل أسباب النجاح والبيئة الملائمة للعمل. أبسط مثال على هذا الدعم استخدام حضانة الهيئة من 3 سنوات، يوم كانت بنتي بعمر 6 شهور وما زالت مستمرة بها حتى الآن. وهذه الخدمة تعني الكثير للموظفات، وعلى الصعيد الشخصي خلاني أشعر بأن بيئة العمل جزء من حياتي، بل دفعني للمكوث في مقر الهيئة بساعات أطول لإنجاز عملي دون قلق. هيئة الطرق والمواصلات اختياري الأول.